الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة التقاضي في الدولة، ويستعرض عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء في العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ. قائد المجموعة العسكرية في الجابون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية، ويطالب مواطنين بانتهاز الفرصة الحالية لتبني دستور جديد. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفي اجتماع آخر مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، استعرض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الجهاز، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. We'll be right back.
يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي غدا والتي تستمر لمدة يومين. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء والذي وصل إلى نيروبي في وقت سابق أن يلقي ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27 وتعقد القمة تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية. تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا والتي تستمر حتى 6 سبتمبر الجاري وذلك بمشاركة دولية واسعة. تهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به وذلك على الصعيد العالمي خاصة في إفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ إلا أنه من الضروري أن تكون لاعبا أساسيا وحاسما في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في 4 سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ولا سيما قبل COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة. وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومن محافظات القناة، ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في خطة الدولة تجاه تنمية سيناء. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين أول ده ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا.
إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022. بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القيادة السياسية والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر، وانا بقول مش راعي النهضة بس ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهارده بيدينا عقود مؤمنة لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القيادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العهد ده، يعني بناء على ان دي ثمرة كبيرة جناها وهي خدناها النهاردة. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء، ودي يمكن هتنفع اولادنا واولاد اولادنا، واحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية ان ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت تطلع منها، دي أنسى، إحنا الناس كلنا واحد، وإحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم. ودي بداية التنمية، طالما في أرض وأنت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وللتنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نباتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء. شكرا يا رئيس لأن صبرنا ما راحش سدى، شكرا يا رئيس عشان لو العالم كله النهاردة هيجيس الفرحة اللي في قلبي مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرحة اللي في قلبي النهاردة. أنا فخورة إن رئيسي عبد الفتاح السيسي. أهلها والطبيعة وسحرها أو جمال الجبال.
سلمت مصر رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للمملكة المغربية. وفي كلمة له أعلن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد عرفي ختام أعمال الدورة العادية 159 للمجلس وتسليم مندوب المغرب رئاسة أعمال المجلس في دورته الجديدة. هذا وانطلقت أعمال الدورة 160 للمجلس برئاسة المغرب. ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية، والتي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء، وتشمل 9 بنود رئيسية يتصدرها بند العمل العربي المشترك. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية. هذا ومن المقرر أن يجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس سيلفا كير مرديت تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون وتعزيزه بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بجانب تطورات الأوضاع في السودان. أدى قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون بريس أوليجي إنجيما اليمين الدستورية رئيسا لمرحلة انتقالية لم تحدد مدتها، وذلك أمام قضاء المحكمة الدستورية. هذا وتعهد إنجيما بأن يحافظ على النظام الجمهوري وأن يصون مكتسبات الديمقراطية، مطالبا مواطنيه إلى ما وصفه بالفرصة الحالية لتبني دستور جديد من خلال تنظيم استفتاء شعبي، داعيا إلى سن قوانين جنائية وانتخابية جديدة. كان قائد المجموعة العسكرية قد تعهد بعد أيام من الاستيلاء على السلطة في الجابون بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة، كما أكد أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته. ومن الجابون إلى النيجر، حيث أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة عن إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 من أغسطس الماضي. أوضحت وكالة أنباء النيجر الرسمية نقلا عن المتحدث باسم وزارة النقل أن المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، مضيفة أنه تم كذلك استئناف خدمات النقل البري. ما زالت أخبار السادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. عقب مباحثاته مع نظيره التركي بوتين، يبدي استعداده للعودة إلى اتفاق الحبوب حال تنفيذ الشروط الروسية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، قال إن روسيا ستكون مستعدة للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة به. هذا وانتقد بوتين الغرب بسبب هذا الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو الماضي، مشيرا إلى أن موسكو اضطرت للانسحاب من اتفاق الحبوب وستكون مستعدة للعودة من جديد، مضيفا أن روسيا بصدد إبرام اتفاق لتزويد إفريقيا بالغذاء مجانا، وأن الإمدادات ستبدأ في غضون أسبوعين أو 3 على الأكثر. وأكثر من مرة كنا قد أكدنا على أنهم اضطرون لنتخذ مثل هذا القرار، لأن الدول الغربية كانت قد منعت تنفيذ الجزء من هذه الصفقة المخصصة لدور المنتجين الزراعيين الروس إلى الأسواق العالمية، وهذا يعني أنهم يمنعون تصدير المنتجات الزراعية الروسية ويمنعون توريد قطع الغيار والمعدات للزراعة، وأيضاً
يمنعون الاستفادة من الخدمات البنكية. وأيضا كانت روسيا قد أمنت ممر للسفن، ولكن استخدمت هذه الممرات للأعمال الإرهابية ضد المراكز والمواقع المدنية في روسيا. ومن الواضح فإن وقف إنجاز هذه الصفقة لم يؤثر على الأسواق العالمية. وأؤكد هنا بأن مهما تحدث عن هذا الموضوع فإن أسعار الحبوب تتراجع، وليس هناك تراجع في توريد المنتجات الزراعية، لكن هناك مسألة متعلقة بتوزيعها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا ترفض الوساطات لحل الأزمة مع أوكرانيا ما لم ترفض مطلقا محادثات بشأن أوكرانيا. قال بوتين إن الجانب الأوكراني يستخدم المواني لشن هجمات على أهداف روسية، مشيرا إلى أن الممرات والمواني يجب ألا تستخدم لأغراض عسكرية. نحن دائما كنا نتفقنا على أن هذه الممرات التي تستخدم لهذه الصفقة ألا تستخدم لأهداف عسكرية، ولكن للأسف تم استخدامها لهذه الأهداف، ونحن رأينا هذا الأمر. وأيضا كما يحاولون أن يهاجموا الأنابيب والأنابيب الغاز التركية والنفطية، نحن نحمي هذه الأنابيب ولكن دائما يوجهون ضربات إليها. في الأثناء قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إنه يجري اتصالات مكثفة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود. هذا وأوضح زيلنسكي أن 4 سفن عبرت بالفعل الممر البحري البديل من موانئ أوكرانيا البحرية الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف تعمل مع شركائها الدوليين في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود. في شأن آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزينكوف من منصبه، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان في هذا الأسبوع اختيار روستوم أوميروف لشغل المنصب بدلا منه. ويأتي الإعلان ليمهد الطريق الأكبر تغيير في الجيش الأوكراني منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير عام 2022. مع مواصلة كييف هجومها المضاد وسط حملة تشنها لمكافحة الفساد، عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي روستوم أوميروف وزيرا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزينيكوف ليمهد بذلك الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية المستمرة مع روسيا منذ فبراير 2022. زيلنسكي رشح أوميروف الذي كان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي لخلافة ريزينيكوف، متوقع أن يدعم البرلمان هذا المرشح. وقال زيلنسكي إن الوزير المقال أوليكسي ريزينيكوف أمضى أكثر من 550 يوما في الحرب الروسية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع العمليات العسكرية. وأصبح ريزينيكوف البالغ 57 عاما والذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة أحد الوجوه المعروفة في الجهد الحربي الذي تبذله كييف، حيث يشغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ظهرت في وزارة الدفاع الأوكرانية العديد من فضائح الفساد. ففي يناير الماضي اضطر نائب ريزينيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو 3 مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية. كما أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في أغسطس الماضي جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية وسط انتشار الفساد، مع وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت منطقة أوديسا في جنوب البلاد بهجمات طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب. هذا وأفاد الحاكم المحلي لمنطقة أوديسا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيرة. وأوضح المسؤول الأوكراني أن الضربات الروسية أدت إلى تدرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات لشركات صناعية في عدة بلدات في محيط المدينة جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا. في المقابل، أعلنت روسيا تدمير 4 زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيين في البحر الأسود. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت في الجزء الشمالي الغربي من البحر 4 زوارق عسكرية أمريكية الصنع تحمل مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية. وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتجه إلى غرب شبه جزيرة القرم. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح إطلاق صاروخ كينجال فرط صوتي من مقاتلة سو 34 متعددة المهام لأول مرة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. يعد صاروخ كينجال هو الأحدث في ترسانة الصواريخ البالستية الفرط صوتية الروسية، وتفوق سرعة صاروخ كينجال سرعة الصوت بعشرة أضعاف، كما يبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر، وهو قادر على المناورة والإفلات من أي دفاعات جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية، ويوزن بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية والبحرية. أظهرت بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي. هذا وانخفضت الصادرات في يوليو 9% على أساس شهري، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4% على أساس شهري، وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا بنحو 15.9 مليار يورو في يوليو مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق عليه. ارتفعت الأسهم الصينية بدعم من إجراءات أطلقتها الدولة لدعم القطاع العقاري، وقفزت أسهم شركات العقارات المدرجة في هونغ كونغ بدعم من توصل شركة العقارات كانتري جاردن لاتفاق مع دائنيها يجنبها التعثر المالي. هذا وخفف البنك المركزي الصيني بعضا من قواعد الاقتراض، كما خفض نسبة متطلبات الاحتياطية للودائع من العملات الأجنبية من مستويات 6% الحالية إلى 4% بداية من منتصف الشهر الجاري.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله لعدم حضور النظير الصيني شي جينج بينغ قمة قادة مجموعة العشرين والمقرر انعقادها في الهند في هذا الأسبوع. يزور بايدن الهند بين 7 و10 من سبتمبر لحضور القمة، ويعقب ذلك زيارة إلى فيتنام حيث تسعى إدارته لتعزيز العلاقات الأمريكية في آسيا. قبل أيام معدودة على بدء أكبر 20 اقتصاد بالعالم قمتهم في الهند، تعود من جديد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة، فيما تظهر من جديد أزمة الحدود بين الصين والهند مستضيفة الحدث. على صعيد العلاقات بين واشنطن وبكين، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن خيبة أمله من غياب نظيره الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري في الهند. يأتي ذلك على الرغم من إعادة بكين واشنطن خلال الأشهر الأخيرة إطلاق الحوار بينهما عبر سلسلة زيارات لبكين أجراها مسؤولون أمريكيون كبار، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا رايموندو. لكن العلاقات الثنائية تبقى متوترة، إذ تبقى هناك ملفات تشكل حجر عثرة تتمثل في النزاعات التجارية والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي ومسألة جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي. وفيما يخص العلاقات بين بكين ونيودلهي، ورغم عقد الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي اجتماعا نادرا وجها لوجه خلال قمة البريكس في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، لكن التوترات لا تزال شديدة بين العملاقين الأسيويين على وقع الاشتباكات الحدودية التي تكررت على مدى الأشهر الماضية، توترات تعصف بقمة العشرين قد تهدد حالة الإجماع بها على القضايا الملحة، وهو ما قد ينتج عنه عدم إصدار إعلان مشترك لأول مرة منذ 24 عاما. تستعد الجمعية الاقتصادية اليابانية الصينية لإرسال وفد من قادة الأعمال إلى الصين للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات. كانت الجمعية ترسل وفدا إلى الصين كل عام تقريبا منذ عام 1975، لكن الزيارات توقفت مع ظهور جائحة فيروس كورونا، وكانت زيارتهم الأخيرة في خريف عام 2019. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 8.9% في أغسطس، متجاوزا التوقعات ومرتفعا للشهر الثاني على التوالي. هذا وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية العام قبل الماضي 2021، ولمس أعلى مستوى له في 24 عام عند 85.5% في أكتوبر. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، ثم إلى بنغلاديش في 9 و10 من سبتمبر. ومن المقرر أن يبحث ماكرون مع نظرائه في الهند الأزمة الأوكرانية، كما سيتابع في بنغلاديش تنفيذ الاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. في خطوة من شأنها تعزيز التحالف مع شركاء فرنسا الدوليين، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، ثم إلى بنغلاديش يومي 9 و10 من سبتمبر بحسب الإليزيه. يناقش ماكرون في نيودلهي مع نظرائه مخاطر تقسيم العالم المرتبطة خصوصا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وستركز القمة أيضا على الاستجابات الضرورية لملفات التحديات العالمية الكبرى والسلام والاستقرار ومكافحة الفقر والحفاظ على المناخ والأمن الغذائي. كما ستتاح الفرصة أيضا لمتابعة قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي عقدت في باريس يونيو الماضي من أجل مكافحة الفقر وحماية الكوكب. وفي بنغلاديش سيتابع ماكرون التنفيذ الملموس للاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما ستكون زيارة ماكرون لبنغلاديش فرصة لتعميق العلاقات الثنائية مع البلد الذي يشهد نموا اقتصاديا سريعا ويسعى إلى تنويع شراكاته.
البحث عن حلفاء جدد أو تأكيد الروابط مع حلفاء قائمين يبدو الحل المتاح لدى الرئاسة الفرنسية التي تواجه صعوبات في عدد من مناطق نفوذها وبخاصة في أفريقيا، كما تواجه روابطها الأوروبية تأزما على وقع ما تواجهه القارة العجوز من صعوبات، إضافة إلى تعارض يظهر بين حين وآخر بين أجندتي واشنطن وباريس. يستعرض وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان اليوم خطة السلام التي طرحها التكتل الإقليمي بخصوص ميانمار، وتعد ميانمار عضوا في آسيان بالرغم من منع حكامها العسكريين من المشاركة في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوكي في عام 2021، مما أثار معارضة عنيفة لحكمهم. كانت آسيان قد وافقت على خطة سلام تدعو إلى وقف العنف والحوار بين جميع الأطراف، لكن لم يقدم قادة الجيش في ميانمار الكثير لدعم هذه الخطة. تعهدت الحكومة البريطانية بإنفاق كل ما يلزم من أموال وبأسرع ما يمكن لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظات الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد. وقال وزير المالية جيرمي هانت إن الحكومة ستعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. بأسرع ما يمكن وعدت الحكومة البريطانية بإنفاق كل ما يلزم من أموال لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد. وتتصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية حين تم الكشف عن هذه المشكلة التي يعتقد أنها لا تنحصر بالمدارس بل تشمل أيضا عددا من مباني المستشفيات والمحاكم المهددة بالانهيار، لأنها مبنية بخرسانة من نوعية محددة تفقد صلابتها بمرور الوقت. ومع اتهام المعارضة ونقابات المعلمين الحكومة بالاستهانة بمشكلة معروفة منذ سنوات عديدة، قال وزير المالية جيرمي هانت إن الحكومة ستنفق كل ما يلزم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. وبالمقابل قالت وزيرة التربية والتعليم جيليان كيجان إن تأخير بدء السنة الدراسية كان آخر ما أردنا القيام به. سوف نحدد المدارس وسوف نتأكد من تقليل هذا الأمر قدر الإمكان. إنها 156 مدرسة من أصل 22,500 مدرسة لدينا، لذلك بالنسبة لمعظم الناس لن تتأثر، ولكن بالنسبة لأولئك المتأثرين الأولوية لنا هي سلامة الأطفال. وفي تعميم نشرته الأسبوع الماضي أمرت وزارة التربية والتعليم نحو 100 مؤسسة تعليمية بإخلاء المساحات أو المباني المعروفة باحتوائها على هذا النوع المحدد من الخرسانة، وهذا النوع يستخدم منذ عقود اعتبارا من خمسينات القرن الماضي لتشييد مباني عامة في المملكة المتحدة ودول أوروبية عديدة أخرى. ذكرت وكالة مودد للتصنيف الائتماني أن التقديرات الأولية للخسائر والأضرار والاضطراب الاقتصادي الناجم عن إعصار إيطاليا قد تتراوح ما بين 12 و 20 مليار دولار، وفقا لبيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والأحوال الجوية الأمريكية. فإن الإعصار الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كان إعصار كاترينا في عام 2005، والذي تسبب في خسائر بقيمة 193.8 مليار دولار بتقديرات الوقت الحالي. والثاني كان إعصار هارفي في عام 2017 بقيمة 155 مليار دولار. هطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك أرخبيل البليار، وقد أدى ذلك إلى قطع طرق وإغلاق مدن واستدعى توجيه دعوات إلى السكان لملازمة منازلهم. وذكرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا والمسمى دانا تؤدي إلى هطول أمطار مستمرة واسعة النطاق ومصحوبة بعواصف في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري.
أقيمت فعالية حفل وتكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة التقديرية للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تهدف جائزة المبدع الصغير لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة. احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاصة بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي. الدورة دي دورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. الجائزة خصصت للأطفال والنشأ من سن 5 حتى 18 عاما ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية. وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها، تم مضاعفة عدد الفائزين من 16 طفلا ليصبح 32 طفلا، وأعرب المشاركون عن فرحتهم موجهين الشكر للدولة على الاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم ودعم مواهبهم بنشر ورعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية، قدمت موقع بيتكلم عن آثار مصر بعنوان حضارة مصر، بيتكلم عن أهم المتاحف اللي موجودة في مصر، أهم الآثار اللي موجودة في مصر، أهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم. المشروع اللي أنا كنت بعمله عبر عن مصر، عبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونقر حواليها. أنا قدمت عمل مسرحي اسمه مين فينا اللي، بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي، وبنكتشف في الاخر ان مفيش حد سليم، كله مريض نفسي. المشروع بتاعي هو نظام المرور الاخضر الذكي في مجال الابتكار العلمي، وهو مشروع بيوفر الكهرباء اللي بيستهلكها اعمده الاناره في الطرق عن طريق النور بينور بس لما العربيات تعدي. جائزه الدوله للمبدع الصغير انطلقت لاول مره في مصر عام 2020، وسيتم فتح باب التقديم للنسخه الرابعه اعتبارا من الاول من اكتوبر القادم ولمده 3 أشهر، ولاول مره ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج، وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق العمل بالتوسعات الجديدة بالسوق الحضرية الجديد بمدينة الناصر شرق النيل. السوق بلغت تكلفته الإجمالية 15,933,000 جنيه، ويأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم 500,000 نسمة ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين وأيضا الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق. معمول بنظام أنه كل أي مواطن مصري يدخل يلاقي كل مستلزماته سواء كانت خضار أو فاكهة أو كانت بقالة سوبر ماركت، أي نشاط موجود في السوق. طبعا اتعمل مول في حوالي 114 محل. المول ده متنظم على أساس يستوعب كل الأنشطة التجارية اللي بيحتاجها المواطن المصري. حقيقة السوق كويس خالص، سوق حضري منظم وفي كل الطلبات، عايز اشتري كل الملازم الموجودة اللي انا عاوزها عايز الاقيها موجودة. المكان حلو جدا ونظيف، والمعاملة حلوة جدا من البياعين ومن القائمين على السوق. السوق حضاري
وتمام التمام ونظافه وكله متوفر لينا، السلع كلها متوفره وان شاء الله الامور جايه احسن واحسن ان شاء الله. سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي 61 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا. وتعد فعالية التمكين الاقتصادي بمحافظة قنا ناتجة للتعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية. استكمالا لمبادرة التمكين الاقتصادي لمؤسستي حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، اتجهت المبادرة لمحافظة قنا لتستهدف 61 مواطنا ومواطنة لدعم مشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة بقرض حسن قيمته 30,000 جنيه. النهاردة بنسلم عدد من المشروعات التنموية في صورة القروض الحسنة لأبناء محافظة قنا اللي بيقدروا ان هو يكون ده باب رزق ليه وان هو ينمي ويكبر من المشروع بتاعه. احنا بنعمل فحص للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ان هي مشروع صغير محتاج يتنمى شوية يكبر شوية، فاحنا بندي قرض بدون فائدة على مدى 20 شهر بيتسدد نص المبلغ بدون فوائد. فحصنا الحالات من مراكز نجح حمادي وجوس وقفط ونجادة اللي وقع لهم الاختيار، طبعا كلها مشاريع حرفية قائمة. طبعا النهاردة احنا بنجني ثمار المبادرة العظيمة، مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة، ودي احد نتائجها النهاردة. عايز اقول ان المبادرة طبعا في محافظة هنا الحقيقة يعني غيرت في المرحلة الاولى فقط غيرت شكل المحافظة تغيير كامل وكله لصالح المواطن البسيط. التعاون المشترك يهدف الوصول الى الحالات الاكثر استحقاقا في قرى مراكز محافظة قنا هدفا في تمكينهم اقتصاديا، عملية تنموية متواصلة لتجوب كل المحافظات من شمالها إلى جنوبها. أنا عاوز أشكر بصراحة جمعية الأرمان مؤسسة حياة كريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. الواحد مبسوط طبعا أكيد لما يشوف حاجة زي كده بتساعد الشباب نقدر نكبر مشروعنا ننمي نفسينا، أكيد مبسوط يعني. عملوا كل خير معايا، ساعدوني وقفوا معايا في المشروع متاعي، والحمد لله مشروعي نجح أكتر من الأول، كان ناجح 1% دلوقتي حاليا بخدمتهم وقف أكتر من 99% والحمد لله، يعني ربنا يبارك فيهم. سلمت القرض وطورت في المشروع متاعي، يعني زودت الحاجة يعني. بصراحة ما قصروش معانا يعني، وعملوا لنا القرض بتاعنا ونزلنا والحمد لله، وإيه إن شاء الله بإذن الله هكبر مشروعي وهنميه وهطوره. بكل ما تعمل تحت مظلته من مؤسسات تنموية يواصل التحالف الوطني عمله الخيرية تجاه أهالي القرى والنجوع بهدف توفير حياة كريمة طيبة تحسن من مستوى معيشتهم وترفع الأعباء عن كاهلهم. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة سادسة تستعرضها لنا فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا مصطفى ميزار، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حتى أبريل المقبل.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلاته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة. تناول العدد الجديد موضوع التكتلات الاقتصادية، وتضمن مجموعة من المقالات والتحليلات التي أشارت إلى الفرص القائمة لمصر بوجودها الأفريقي، كما أشارت التحليلات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد فرصة للوجود المصري بقوة في عدد من دول أكبر وبتسهيلة أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الأفريقية كافة. شاركت مصر في المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول لدولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا كضيف شرف للمؤتمر بحضور لفيف من الوزراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية. أكدت مصر في كلمتها بالمؤتمر التي ألقاها وزير المالية حرص القاهرة على تقديم الدعم لجنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطلعها كذلك إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت نحو 2,200,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 13 مليار. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 18,910 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 49% يغلق عند مستوى 3,838 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67% يغلق عند مستوى 5,630 نقاط. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بمحادثات وصفتها بالمثمرة والجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين، وذلك في ختام زيارة إلى الصين. تأتي زيارة جورجييفا إلى الصين ضمن جولة آسيوية تشمل جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل انتقالها إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ20 التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى ودينا لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض الاقتصادي. استقبل الرئيس الكيني ويليام روتو قبل قليل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ والتي تستضيفها كينيا يومي 5 و6 من سبتمبر الجاري. خلال اللقاء أشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وأكد أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتي سوف تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة. كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني في مدينة نيروبي، موجها التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة. من جانبه أعرب الرئيس الكيني عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على اهتمامه بالتشاور المنتظم مع سيادته حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. لم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، ويستعرض عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية. نيابة عن الرئيس، رئيس الوزراء في العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا للمناخ.
وقائد المجموعة العسكرية في الجابون يؤدي اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية، ويطالب مواطنيه بانتهاز الفرصة الحالية لتبني دستور جديد. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.